عليكم تحياتي للجميع. يا جماعة، بشكل سريع، محمود المواس اليوم قدم أداء جيد مع فريقه، صنع هدف. إياز عثمان يوم أمس أيضا سجل جول، قدم أداء رائع جدا. محترفين السوريين مع أنديتهم عمال يبدعوا، عم يقدموا أداء جيد، عم يكونوا سبب إنه الفريق يفوز. أي لاعب سوري مع أي نادي عمال يكون سبب بيفوز فريقه، دائما عم نشوف تألق للمحترفين السوريين. هذا الشيء ما عم نشوفه بالمنتخب. يمكن سؤال نوجهه لنبيل معلول، ليش اللاعبين السوريين بل الأندية عمال تقدم أداء جيد ومع المنتخب الأداء عمال يكون ضعيف؟ الجواب واضح، لأنه كرة القدم علم، 1+1=2. ما فينا نغير مركز اللاعب، نحن بنعرف أنه إياز عثمان خلف المهاجم عمال يلعب ويأدي، وهذا مركزه الأساسي. بيجي على المنتخب يكون ارتكاز، محمود المواس يلعب مع المنتخب مهاجم وهو أساسه جناح يمين أو يسار. هي الأمور هي عم تكون سبب أنه اللاعب في منتخب سوريا ما عمال يأدي الأداء المنتظر منه بشكل أو بآخر. نحن بنتمنى أنه نبيل معلول يكون عم يتابع اللاعبين ويشوف كيف عم يتألقوا مع أنديتهم، ونتمنى في المباريات القادمة نشوف كل لاعب بمركزه. مبروك لمحمود المواس، مبروك لإياز عثمان على الأداء الكبير يلي قدموه مع أنديتهم.